جاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بنظام جديد لم تعرفه الدساتير السابقة ولا قوانين الانتخابات. هذا النظام يعرف بمصطلح نظام الحصص النسائية أو الكوتا النسائية، وذلك لتقليل الهوة بين تمثيل الرجال والنساء في البرلمان، والتي كانت من السعة في الأنظمة السابقة، فتنبه لها المشروع الدستوري فأورد لها أحكاما خاصة في الوثيقة الدستورية وأكدها قانون الانتخابات. ويقصد بالكوتا تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء، كما عرفت بأنها تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية. وتطبيق هذا النظام يتطلب إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستوياتها التنظيمية كافة، أي هناك حصة نسائية محددة في البرلمان لا بد من شغلها من قبلهم. ورغم أن نظام الكوتا فاعل في العراق ومعمول به، غير أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أكدت في تقرير لها أن المرأة لم تشغل أي منصب رئاسي أو تنفيذي مهم في الحكومة منذ 2003 وحتى الآن، رغم احتلال العراق المرتبة 70 عالميا من حيث تمثيل النساء في البرلمان. وعلى الرغم من تمثيل نظام الكوتا المعتمد حاليا، غير أن تمثيل المرأة داخل البرلمان العراقي ما يزال غير متناسب مع نسبة عدد النساء في العراق. على هذه الخلفية تشكل عملية تحشيد دعم الناخبين وتأييدهم في الانتخابات، سواء في نظام الدوائر المتعددة الكبيرة أو نظام الدوائر الصغيرة، صعوبة شديدة بالنسبة للمرأة. ورغم أن المشروع العراقي خصص في الدستور نسبة تمثيل ثابتة للمرأة في مجلس النواب لا تقل عن 25%، إلا أن نظام الكوتا وتلك النسبة التي اقترحها الدستور تظل غير كافية، نظراً لأنه سيستحيل على أي امرأة الفوز بأحد مقاعد الرجال خارج نظام الكوتا.